طلاب الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم في درس آخر من دروس وحدة الكسور، وهو الدرس الخامس. أخذنا في الدروس السابقة أو في الحصص السابقة عن شيء يسمى جمع الكسور، وحكينا إنه القاعدة الأولى في جمع الكسور إني أنتبه للإشارة، هاي أول إشي أنتبه إنها إشارة جمع كان سابقاً، تذكروا أنا عم براجع الحصة السابقة. الشغلة الثانية إنه البسط فقط الذي يجمع والمقام كما هو، وأخذنا تحديد الجمع على ما يسمى بلوحة الكسور. اليوم رايحين ناخذ موضوع جميل جدا، ونفس الطرق ونفس التعليمات ونفس المبادئ والقواعد اللي بنتبعها اللي اتبعناها بالجمع بدي اتبعها في طرح الكسور. الكل ينتبه على اللوح ونشوف كيف عملية طرح الكسور راح تتم. هيا نقرأ الكسور. 6 من 8 ناقص 4 من 8 يساوي. إذا أول إشي بتطلع كوني أخذت الجمع بدي أسير أركز على الإشارة الذي راح أجيب لك إياها بالامتحان، جد ناتج ما يلي، وإنت تنتبه على الإشارة، كثير مهم يا مس تنتبه لي على الإشارة. هلا 6 ناقص 8 ناقص 4 ناقص 4 من 8، أول إشي شوفوا النسخة حاطت لكم خط الكسر عشان ما تنسى، اللي بيجاوب جواب الناقص طرح الكسور او جمع الكسور من غير ما يحط خط الكسر راح احسبه غلط. ليش؟ لاني انا بتعامل مع كسور فلازم الاجابه تكون تحت الكسور. طيب هلا اول خطوه انتبهت للاشاره، الخطوه الثانيه ايوه شمال المقام، هون بسط هون مقام، المقام يبقى كما هو، نفس الجمع نفس الجمع. وماذا الذي يطرح؟ الذي يطرح هو البسط، 6 ناقص 4 يساوي 2، إذا 6 8 ناقص 4 8 يساوي 8، يساوي 2 من 8 أو حكينا 8. إذا بعيد عملية الطرح، الإشارة أنتبه، النقطة الثانية المقام بحطه زي ما هو، بطرح البسط طرح عادي. ننتبه للمثال الآخر، 5 من 7 أو 5 أسباع ناقص 7، يلا أعطوني الطريقة، صارت سهلة، بنتبه إشارة طرح، إذا أنا بدي أطرح، المقام شماله بحطه، المقام يبقى كما هو سواء بجمع الكسور أو بطرح الكسور، 5 ناقص 2 طرح عادي، 3، لأن شو الجواب؟ 3 أسباع أو 3 من 7، كلا الحالتين في القراءة صحيحة. طيب، هلا خلصنا المسائل الصغيرة، خلينا ناخذ مسائل كبيرة. 92 على 80 من 80 ناقص 42 من 80، إذا الإشارة إشارة ناقص، المس حكت لي حط خط الكسر، بعدين المقام كما هو، إن شاء الله كان ألف برضو برجعه زي ما هو، ما بطرح المقام، البسط فقط الذي يطرح، البسط فقط الذي يجمع، المقام في الجمع والطرح يبقى كما هو، حطيت 80 حطيت إشارة الكسر. هلا نطرح طرح عادي، إن شاء الله 3 منازل، ممكن أجيب لك 3 منازل بالامتحان، نفس عملية الطرح، 2 ناقص 2 آحاد مع آحاد 0، 9 ناقص 4 5، إذا طلع الجواب 50 من 80. برضو كمان مرة المثال الأخير، 65 من 90 ناقص 27 من 90، الخطوة الطرح موجودة، خط الكسر ضروري جدا أحطه، والمقام أحسنتم يبقى كما هو. تعالوا نطرح طرح عادي، 5 آحاد ناقص 7 آحاد، لا مين حكى 2 يجوز؟ لا 5 ناقص 7، ايضا بالكسور بعمل عمليه الطرح العاديه اللي اخذتوها بالوحده الثانيه، بدي استلف، 5 ناقص 7 يجوز؟ عدد رقم صغير من رقم كبير؟ لا، بدي استلف من الستة بتصير 5، وبضيف الواحد لوين؟ للخمسه بتصير 15 ناقص 7 وتساوي 8، 5 ناقص 2 ويساوي 3، الاجابه 38 من 90. اعطيتك ارقام صغيره او طرح عادي
طرح بأرقام كبيرة، وهنا طرح بالاستلاف، نفس عمليات الطرح العادية سواء كانت بالكسور أو بالجمع. في استلاف بستلف، في إعادة تجميع كمان شوي بالكسور، لما أخذنا بالحصة السابقة ممكن أحط كمان واحد باليد، لما في أي إشي مختلف نفس عملية وإجراءات عملية الجمع بطبقها سواء كانت كسور أو عملية جمع عادية أفقية أو عمودية. طيب تعالوا ناخذ أمثلة أخرى على الكتاب، خلينا نتمكن من طرح الكسور بطريقة صحيحة وأشوف كيف فهمتوا الطريقة ولا لا.